عدد المصريين اللي هم عندهم حسابات بنكية 9.5% من المصريين، وبالتالي احنا كاش ايكونومي، ما عندناش كريدت ايكونومي. النهارده كريدت ايكونومي ده الجنيه بيساوي 10 الائتمان، اقتصاد ما عندناش اقتصاد ائتماني. في الاقتصاد النقدي اللي هو الكاش الجنيه بيساوي جنيه، بروح اشتري حاجه بجنيه. في الاقتصاد الائتماني الجنيه بيساوي 10، لان انا بشتري على دخلي المستقبلي، وبالتالي ده يعمل طفره وتنميه فظيعه، وده برضو من احد العشوائيات او التشوهات. ايه ده؟ التشوهات اللي موجوده عندنا، ان احنا مش قادرين نوظف السيوله النقديه اللي موجوده اللي ابتدينا نتداولها، لا بناخد عليها ضرايب ولا بناخد عليها قروض ولا عارفين نوظفها، ممكن تبقى 10 اضعاف القيمه الحاليه اللي هي موجوده في السوق. اصلاح هذه الدوله ما ينفعش ان هو يمشي بمنظومه واحده، لازم كلها حلول متوازيه. على سبيل المثال وليس الحصر يعني، دعم يجب ان يتم اصلاحه. الاستثمار الداخلي وتشجيعه والاستثمار الخارجي احد اهم الادوات. البنيه التحتيه والاساسيه والخدميه، الامن والامان، السياحه كما ذكر لنا دي عباره عن مفتاح ندوره ونشتغل ماشي مع الامن والامان. واخيرا طبعا القطاع العام والحكومي. القطاع العام والحكومي ده برضو من احد الاعباء اللي هي بتثقل كاهل المواطن المصري. يجب ان يعلم المواطن المصري ان هو رهينه ب 350 الف عامل قطاع عام بيدفع خسائر شركاته ومرتباته ولا يعلم. والقطاع الحكومي النهارده اللي هو غير فاعل، احنا عندنا القطاع الحكومي كل 12 واحد بيخدمه، كل فرد بيخدم 12 واحد. امريكا الفرد في القطاع الحكومي بيخدم 180 واحد، اوروبا حوالي 80 واحد. احنا فين من الكلام ده؟ مين اللي بيتحمله؟ المواطن الغلبان اللي بيدفع ضرائب. يجب ان نظهر الحقائق لمن يبتز من ومن يدفع من. وزاره التخطيط حاليا بتعمل رؤيه لمصر داخل فيها حوالي 40 واحد من كلهم قطاع خاص من اعلى الكفاءات. هذه الرؤيه بتضم يعني مجهودات ورؤى كثيره اتعملت بمنظمات المجتمع المدني، اعتقد ان نجحوا في تسويقها والخروج بيها. اعتقد دي برضه هتبقى من اهم الخطوات اللي نقدر نبتدي نحط فيها مصر على المسار الصحيح.